بسم الله، دلوقتي هنشوف ازاي نكتب تكست على برنامج المايكرو ستيشن. اجي هنا هقول له انا عايز تكست، فليظهر لي بليس تكست. اقدر احدد مثلا ان عايز تكست ده باي اوريجين، انا هبدا احط النوت هنا. طيب هقول له مثلا ان عايز اكتب هلو وورلد، وتبدا تختار الكلام دوت، تختار الفونت والبولد يبقى ايتاليك يبقى اندر لاين، تقدر تختار اللون بتاعه بالشكل دوت. طيب هنا انت بتختار اهوت ان انت هتحطه هنا. طيب لو انا عندي شكل مثلا، لو انا عندي شكل مثلا حاجة زي كده زي مستطيل، وبعد كده لما اختار انا التكست انا عندي حاجة هنا ان انا ممكن اقول له انا عايزها above element below element on element. تمام، اختيارات ان انا اربط الحاجة ده بالعنصر مثلا. اول مرة بيقول لي عايز تحط العنصر ده فين اهوت، بحط لي العنصر على التكست على العنصر اللي انا اخترته. وهنا هتلاقي الهاي والويتس والزاوية اللي انت عايزها وكل الخصائص بتاعت التكست.